على امتداد مراحل كده. فكل وحاجات من داخل المؤسسات يعني مش معقوله. طيب تقدير للسيد عميد البلديه بحضوره هذه الاحتفاليه. نطلب الله برحمته ان شاء الله تتويجا لنضال المعلمين. منذ فتره اتينا أحمد سالم بخزان عضو النقابة العامة للمعلمين. طبعا اليوم في ضيافة الأستاذ أحمد معتوق نقيب معلمين بني وليد في احتفالية بالفرحة الكبيرة اللي عمت المعلمين بخصوص زيادة المرتبات. فنتوجه بالشكر لمعلمينا اللي وقفوا في وقفاتهم السابقة ونبارك لهم الانتصارات اللي تحققت بالزيادة في جميع أنحاء ليبيا ونتمنى لهم مستقبل زاهر. المطالب للمعلم في جميع المؤسسات وصل خطوة كثيرة بالإضافة إلى